أيضا مرحب فيكم مرة جديدة، ورح نضلنا بنفس الأجواء والاستعدادات إلى المدارس. بكل عام يعني مديرية الدفاع المدني تقوم بمعلومات أو أمور عديدة خلينا نحكي، وخاصة إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي، بنشوف التعامل مع الطلاب وتجهيزهم نفسيا وتجهيزهم أيضا لسلامتهم من بداية العام. تنضم لنا النقيب دلال هلسة لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وعن الأمور اللي بيقوموا فيها. أهلا وسهلا فيك نقيب دلال، شرفتينا. يعني خلينا نحكي بداية، كل عام دراسة بتقوم مديرية الدفاع المدني بتنفيذ هاي الأمور للطلاب، فخلينا نحكي عنها بشكل. بالبداية شكرا على استضافتكم، لأنه كل جهدنا إذا ما كان في مؤسسة إعلامية عم تحضن هذا الجهد وبتورجي للناس، فإحنا تقريبا نحكي ما عملنا إشي. فشكرا، لأنه عن طريقكم إحنا بنوصل للناس. بالعكس، هو عمل مشترك ومتبادل، يعطيكم ألف عافية دائما وأبدا. هلا زي ما تفضلتي حضرتك وحكيتي، إحنا كل سنة فعليا في عنا إطلاق لحملة توعوية تثقيفية لأبنائنا الطلبة. طبعا هاي الحملات عادة بتكون بالشراكة أو تجسيد للتشاركية ما بيننا وبين وزارة التربية والتعليم. كل سنة إحنا نكون موجودين مع أبنائنا الطلبة. التربية والتعليم أكيد بتكون عملت الأمور اللي لازم هي تعملها بفترة العطلة المدرسية، زي صيانة الشبابيك، الأدراج، خزانات المياه وهاي الأمور. لكن إحنا لما نشوف رقم إنه يوم الأحد إن شاء الله على خير رح يكون في عنا حوالي 1,900,000 طفل موجودين في المدارس، فعليا معظم الشعب الأردني رح يحكي نفسك إنه واو، يعني فعليا هو عدد كبير. كانت توجيهات مباشرة من عطوفة مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبد ربه باشر بزايعة، من خلال العطلة المدرسية اللي كانت موجودة، أن نقوم بتجهيز حملة تثقيفية توعوية إضافة للجانب التدريبي للطلاب. وفعلا هذا اللي صار، جهزنا حملة كاملة وإن شاء الله رح نكون موجودين في المدارس يوم الأحد. رح نتوزع ككادر إعلام على جميع محافظات المملكة على المدارس حتى نقوم بمجموعة من الإجراءات. طيب نقيب دلال، يعني هلأ بالسنوات الماضية أنتم كنتوا تقوموا بهذا الشيء كل عام، فأظن إحنا عنا فيديو قصير، هو رشز أكثر. خلينا نشوفهم إذا بنقدر أستاذ حسين، عشان نشوف إيش الأشياء اللي قاموا فيها خلال السنوات الماضية للطلاب. يعني كنت عم بسألك كمان، هناك شيء مهم اللي هو التعاون بينكم وبين الطلاب، قديش الطلاب بحبوا هذا الشيء، قديش الطلاب بقربوا من أجهزتنا الأمنية. صحيح. هلا الأطفال بعمر صغير خاصة في بداية مراحلهم بجوز يخافوا شوي من فكرة إنه عسكري أو لابس عسكري. صح. فلما نكون موجودين معهم كضباط وضابطات موجودين في المدارس، هالإشي ممكن يكسر عندهم هذا الحاجز. لكن أنا بدي أرجع شوي بعد إذنك عن موضوع الحملات. أكيد. ونحكي خلال 3 شهور الماضية شو جهزنا كإدارة إعلام وتثقيف. بس قبل ممكن تحكي لنا شوي أكثر عن الرشز اللي إحنا عم نشوفهم الآن. هاي بالضبط، هاي بالسنوات الماضية، السنة الماضية بالتفصيل يعني بالذات. عمليات إخلاء هاي. كان في تدريب لمجموعة من مدارسنا، حوالي 100,000 مواطن عنا تدرب بالسنة الماضية على أعمال دفاع مدني من إسعاف وإطفاء وإنقاذ، إضافة لتوزيع مجموعة من البروشورات والمجلات على الطلبة هدول. تمام، أوكي، نرجع أيضا. نرجع لموضوعنا، إحنا خلال 3 أشهر الماضية كان في بصراحة جهد مضاعف من قبل إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي حتى نوصل يوم الأحد إن شاء الله يكون في عنا مجموعة أمور يتم توزيعها على الطلاب حتى يكون هم عندهم فكرة على الأشياء اللي إحنا بدنا نعملها. نعم. أول شغلة اشتغلنا عليها اللي هي البروشور أو البوستر، إذا في مجال نشوفه. هو بوستر بيحكي عن سلامتي في مدرستي. تمام. سلامتي في مدرستي هي مجموعة من الصور، مجموعة من المخاطر الممكن تواجه أبنائنا الطلبة كيف نتصرف معهم. تمام. أوكي. يعني هاي إن شاء الله راح يكون توزيعها يوم الأحد كمان. حلو. أوكي. يعني عم نشوف مثلاً التيار الكهربائي، ما الواحد بالأدراج، التدافع على الأدراج، سلامة الطعام. يعني كلها أشياء مهمة جداً للطلاب. الأشياء اللي إحنا بصراحة خلال السنوات الماضية شفنا إنه فيها حوادث أو نسبة حوادث عالية. تمام. فحاولنا نكثف حملتنا السنة هاي على هذا الموضوع. هلا في عنا جزئية ثانية اللي هي البروشورات. البروشورات اللي بيميزها انها سهله تنحمل لكل طفل. صح. فممكن ضل موجوده في حقيبته المدرسيه كمان. هذا البروشور بيحكي كمان عن السلام العامه في المدارس. اوكي.
شو الإجراءات اللي لازم توفرها في كل مدرسة حتى نضمن أنه عدم حدوث حوادث عندنا؟ المختبرات المدرسية زي ما بنعرف هي أماكن فيها مواد قابلة للاشتعال وسريعة الاشتعال، كيف لازم أتصرف مع المختبر المدرسي؟ طب هل بتعلموهم أيضا الإسعافات الأولوية؟ طبعا هاي رح يكون في إلها إن شاء الله خلال الأشهر الجاي تدريب مفصل للطلاب مدرستنا. الإشي اللي كان عندنا السنة هاي اللي هو مجلة الإطفاء الصغير، صراحة هاي المجلة يعني تعبوا عليها كثير نشام الدفاع المدني بإدارة الإعلام. مجلة صيغت واختيرت مواضيعها بطريقة تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، ما أحلى تم اختيار الألوان فيها، الصور الموجودة داخلها. إذا بنقدر نتصفح هيك بس بشكل أكيد. سريع نفرجيهم. هلا بصراحة هاي مشان نكون احنا صادقين معكم، هاي مجلة قديمة لكن اليوم بإذن الله راح تطلع عنا النسخة الجديدة من هاي المجلة اللي خصصت فعليا للعودة للمدارس. تمام. يعني كل الموضوعات راح تكون موجودة المرة هاي هي عن العودة للمدارس. تمام. وإن شاء الله راح يتم توزيعها كمان يوم الأحد. طيب نقيب دلال، خلينا نحكي أيضا عن تفاعل الطلبة لما تكونوا موجودين معهم. يعني إحنا قبل شوي كانت معنا دكتورة وكنا عم نتحدث عن أهمية نفسية الطلبة ببداية الدوام المدرسي، قديش هذا الشيء بيأثر على شخصيتهم، لكن أيضا مثل ما تفضلتي يمكن بيكون عندهم هيبة معينة من أجهزتنا الأمنية وبيكونوا يعني بخافوا بالآخر، هم أولاد صغار. فكيف بيكون التفاعل أولها؟ كيف بتحس ردود الفعل بتكون؟ لا بصراحة إحنا من السنوات الماضية يعني انكسر هذا الحاجز، انكسر كثير، لأنه طبيعة عملنا كدفاع مدني هي توعية، تثقيف، وقاية، بنحمي من المخاطر، بحال صار في عنا أي مشكلة إحنا بنكون عم نسعف. ف يعني كدفاع مدني شوي هاي الجزئية مش موجودة كخوف من أجهزة عسكرية. طبعا. بالعكس إحنا بنحس إنه هم بيحبونا وإحنا بنحبهم. ما أحلاي. عرفتي؟ فلا في تقارب كثير ما بيننا وبين الأطفال، وهذا اللي بيهمنا يكون موجود. صحيح، وهذا التواصل بينكم بين الطلبة يمكن هذا شيء موجود وخاصة في بداية الفصل المدرسي. صحيح. طيب هلا إذا بدنا نحكي كمان عن دور الأهل، يعني إحنا بنحكي دور الأهل ودور المدارس بيروح مع بعض يد بيد، فهل بتركزوا أيضا على هذا الشيء؟ هل في بروشورات معلومات معينة أنتم بتحاولوا توصلوا رسائل للأهل كمان؟ طبعا هلا بداية البروشورات اللي إحنا رح نوزعها هاي الفئة المستهدفة منها كمان أولياء الأمور والأهل. نهاية. اللي حتكون موجودة بشنطة كل طفل إن شاء الله وراح توصل لمدرسته. هلا إحنا كيف ممكن نوصل للأهل؟ عن طريق البرامج اللي إحنا بنعملها كبرامج تلفزيونية، كبرامج إذاعية وغيرها، وبرنامجكم طبعا أكبر دليل على الإشي اللي إحنا موجودين فيه. عندنا برنامج تلفزيوني بينبث يوم الخميس الساعة 3:30 على شاشة التلفزيون الأردني، راح يتم تخصيص مجموعة من الحلقات تحكي عن السلامة العامة في المدارس والوقاية من المخاطر اللي تكون موجودة فيها، إضافة للبرنامج الإذاعي الخاص فينا كمان وإذاعاتنا طبعا المختلفة. طبعا لأنه شو ما عملنا إحنا إذا ما في توعية منزلية وفي تنشئة منزلية صحيحة، يعني بصراحة الجهد راح يكون ضائع هباء. يعني صحيح. لأنه الأهل بيقع على عاتقهم دور كبير زي ما كانت بتحكي الدكتورة قبل شوي. إحنا أول يوم أو قبل ما يبلشوا الطلاب بدوامهم لازم الأهل يحكوا لهم وين الخطر ممكن يلاقوه في المدرسة، كيف لازم يتصرفوا إذا كان في عندنا مشكلة، كيف نتصرف معها. الأهل هم اللي عليهم الأساس فعلا. صحيح، فهو عمل مشترك. صحيح. نقيب دلال هلسة، إدارة الإعلام وتثقيف الوقائي بالمديرية العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لوجودكم معنا ويعطيكم ألف عافية على جهودكم. حلو. جهودكم مشكورة. تحياتنا لك. فاصل قصير ونواصل بقية فقراتنا، خليكم معنا.